السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وسريعة، وصفة صيفية يبغوها الكبار والصغار. إليكم المقادير. نبدأ على بركة الله. هنا عندي الباذنجان قطعته مربعات صغيرة وقليته بشوية ملح، والبطاطا تاني مقلية مكعبات صغيرة، وصلصة الطماطس والبيض والفلفل الأسود وشوية ملح. نبدأ على بركة الله. وهادو وجدتهم كاع الناس تعرف تقلي الباذنجان، كاع يعرفوا يقلوا البطاطا. وهاد لاصوص درت فيها زوج سنينات ثوم وملعقة صغيرة تاع الطماطم تاع العولب، زوج حبات طماطس سكرفجتهم، أيا وشوية كمون وشوية فلفل أسود ومغرفة صغيرة تاع السكر. وجدت لكم باه ما نطولش الفيديو. نبدأ على بركة الله. هاد الوجبة سريعة يبغوها صغار وكبار، خاطرش البطاطا مقلية كاع الولاد يبغوا البطاطا مقلية، يبغوا المشاويات يبغوا البطاطا مقلية يبغوا. نبدأ على بركة الله. بسم الله. هنايا حطيت المقلة تاعي تسخن. هاد الوجبة سريعة بسرعة توجديها. نحط هنا البطاطا، كاع المكونات في رحبة، بسرعة توجديها لوليداتك مع السخانة والجو راه حار. وهنا نزيدو عليها الباذنجان، نزيدو عليها صلصة الطماطم، نخلط كاع المكونات، نخلط كل شيء في رحبة. كل شيء نخلطه وندوق على الملح لخاصني الملح. ويحبوها هاد ولادكم يبغوها، خاطش كاع الولاد يبغو لي فخيت يبغو كاع الصوالح المقلية يبغوها. ندوقوا على الملح، نضرب هنايا نزيدو شويه صوص، خاطر حسيتها ناشفه. واني كسرت هذوك ربع حبات تاع بيض، درت فيهم شويه فلفل اسود وشويه ملح، نكبهم على هاد البطاطا والباذنجان ونفرخهم على هاد البطاطا، نفرخهم عليها. وجبة سريعة في 10 دقائق وانتيا وجدتيها. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. وجبة صيفية. نخلو شوية هاد البيض ينشف، ولا عندكم شوية جب هادي تحضريها غير في المقلة، تحضريها غير في المقلة بلا فور، راه سخانه راه الجو حار راه. نخلوها هنايا في المقله باش نشوف شكلنا البيض، ونزيدوا عليها شويه جبنه. لا عندك اختياري الجبنه، عندك ديري وانا ما عندكش ماهوش ما ديريش. نخليها شويه هذاك البيض ينشف. هاد الوجبة سريعة في 10 دقائق أنا وجدتها، مي تكوني قالية الدنجال والبيض 5 دقائق وانت وجدتيها، ومن بعد نوريها لكم لصحن التقديم. ها راهي الوجبة تاعي راهي وجدت بسرعة، توجديها في رمشة عين، توجديها بدون فرن غير في البقلة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله.